اخويا مشكل لينا ضرر كبير الصراحه تشقال. كنسدو اخويا مع تسعود وعندنا حنا الكرا، عندنا كاس السلعه. الى بقينا شي لتسعود، الى سدوا لنا مع تسعود، حنا اش غادي نبيعوا؟ غادي نشريوا نورمالمون. ابسط تقدير يديروا لنا مع 11 ديال الليل ولا 11 ونص. علاش حنا غادي نبيعوا ونشريوا ونبقاو على خاطرنا، والشعب حتى هو غادي يبقى على خاطره؟ علاش حنا مضرين والشعب مضرر؟ تصور معايا كتبقى ياك اخويا تسعود، كتوصل تسعود ديال العشيه الحوانت كيبداو يسدوا، كتدخل عندنا السلطات المحليه والاداريه، سدوا من هنا سدوا من هنا. حنا اش غادي نديروا؟ الناس نخليهم بالجوع؟ هاد تسعود ديال الليل اخويا راه ما مسلكه لحتى شي واحد صراحه، ما مسلكه لا اللي كيبيع ويشري، لا الضعفاء، لا المساكين، لا المستهلك، لا مول المحل. الصراحه تشقال هادشي هذا ديال تسعود ديال الليل. كنتمناو من السلطات الاداريه والمحليه تاخذ شي قرار، تاخذ شي قرار بالعين ديالو بالمحل ديالو، يكون شي قرار يكون زوين. حنا دابا هنا كنديروا محلابه، الاخ ديالنا قريب لينا كيدير السمك، الاخ حدانا هنا حتى هو كيدير بوكاديوس، جميع انواع السمك كنديروه هنا، وجميع انواع المشروبات، اي حاجه كتلقاها في هذا الشارع هذا. وكاينين شوارع اخرين حتى هما مضرين، مضرين بزاف، ماشي غير شي شويه. صراحه هذا كلام ديال الحق نقولوه، كنطالبوا من السلطات الاداريه والمحليه. شوف في حال المواطن المغربي الضعيف وليس الفقير، الضعيف حد ضعيف، فيه الفقير وفيه الضعيف وفيه بزاف ديال الحوايج. تسعود ديال الليل راه ما مسلكاش الشعب المغربي، وخاصه المستهلك واللي عنده المحلات ديالو كيبيع ويشري. انا باخي، انا الحمد لله باخي خدام دابا حلق، انا كوافر او انتم كتشوفوا دابا الصالون. او خويا سد انا مع تساعد فهمتي، مزيرنا بزاف دابا الخدمه. بنادم شي تخرج مع 8 مع 6 من الخدمه، بنادم يلاه كيعاود يحسن، كيجي يحسن في العشيه والعيبات. ودابا مع تساعد بنادم كتسد نشايه كتبقى محنسر فهمتي، ما تطلعش نهارك بخير. ومي دابا مع الازمه كورونا فهمتي، بنادم قاديه واقفه عند كل شيء، بنادم تخرج الخدمه ماشي كيفاش الوقت كيلقاك سدي شي ماشي حسن ما والو. فرا شي ستو ثاني بنادم خصو يتقدى، خصو يخرج قبل الوقت، كيبقى مزير بنادم طاكسي طونسبور يكون مزير بزاف فهمتي. هادشي اللي نقول لك خويا، تنوصل للدوله فهمتي، طلق علينا فهمتي فراسا ان شاء الله، طلق علينا داك الشيء ويكون بخير ان شاء الله، الامور الحمامات الى اخره وكل شيء، وكنتمنى كل شيء يدوز بخير ان شاء الله. انا اخويا بايع التوابل ديال الزيتون والمسائل طبقات هذا الطاوي، وصراحه نتكلموا بشكل اللي هو صريح في الاغلاق ديال التاسيه مساء، فربما ما عندش تاثير كبير، باسكو دابا الناس يعني تأضبطوا مع دابا الناس تأضبطوا مع هذا الوضع اللي كاين دابا. يعني دابا الناس اللي ولاو كانوا يتقداو مثلا مع 9 و10 ولاو كيتقداو يفوا يخرجوا من الخدمه، كيتقداو داكشي اللي خاص مع 6 ولا 7. ايوا دابا انا نتكلم معك بصراحه شنو كاين بالضبط. دابا الانسان سيرتو في الحجر الصحي وهاد الكورونا وحال الطوارئ، الناس اضبطوا مع الوضع اللي كاين دابا. يعني ولا كيتقداو تقريبا مع 6 7، وخا دابا تبقى انت مع 9 مثلا كيبقاش ذاك الرواج اللي كان قبل، فهمتي كيفاش؟ يعني البلي باغ دابا ولا كيتقدا يتقدا مع 6 ويتقدا مع 7 فهمتي؟ يعني دابا الناس بحال قلنا يعني مشاو مع هاد المساله ديال الحجر الصحي وهاد الحاله الطوارئ كاينه. ايوا الرساله اللي كنتمنى ربما كنحاولوا الرساله اللي كنوصل صراحه للمسؤولين في جميع القطاعات الحساسه على انهم يتخذوا بعض القرارات تكون ترجع بالخير على المواطن المغربي، لان الشيء اللي غاديين فيه ما كيبشرش بالخير. يعني على غير ازمه الكورونا اللي كاينه دابا، ونزيدوا عاد ثاني هادشي ديال السدان وهادشي ديال القرارات اللي ربما اللي كضر المواطن، كنتكلم على المواطن البسيط بحال دابا مثلا الكساله وما الى ذلك، هما كيعانوا بزاف. وهادشي دابا حنايا مرتبطين بعضياتنا، فهاد الكسال اللي كتشوفوا دابا فهو كيجي كيتقدم عندنا، فيعني بحال شي حلقه يعني شي معشي. فكنتمنوا من الحكومه المسؤولين فهادو يراعوا المواطن والحاجيات ديالو. هذا ما كان، هذه الرساله اللي كنوصل لها. كان بيع لحم الراس اييه كاين هذه الحركه مزيانه، حركه شويه، ولكن التوقيت ديال تسعود راه باقيه فعلا باقي معتمده فعلا. حيت حنا كنخدموها من 9 لفوق. كيفاش؟ كنخدموها من 9 لفوق، حيت كنكون عندنا الخدمة من 9 لفوق. 9 الليل؟ يعني كيكونوا الناس خدامين. الناس اللي كيخرجوا مع 8 مع 9 كيجيو كيلقاو الناس سادين وكيلقاو كل شيء. ما يلقاو ما ياكلوا. وشنو هو آخر ميساج بغيت تقول؟ هو بغينا يطلقوا التوقيت ديال 9 يديروا 11 بعدا، قال 11 بعدا.
قبل كيفاش كنتو كتخدم فيها؟ كنا خدامين بخير الحمد لله بخير. كنا كنسدو 12 شونس 11 شونس كل نهار وكيفاش. كان واش مزيان ولكن ملي داروا التوقيت ديال 9 راه ضرينا بزاف. بزاف ضروري خويا كيبقى مأثر علينا. انا كنتمناو من الله دي وقت يديروا 11 ولا 12 الا كان ممكن. كنتمناو من الله يرخفوا شويه ضروري الكليان كي يتم جاي من الخدمه معطل وكيجي مع ديك 9 ولا 8 ويلا غيجي يبغي يدي شي الحيمات ولا كفته ولا يشويها واش كيجي معطل كيقعنا حنا سدينا. هذا هو المشكل فهمتي. كنطلبوا من الله انه يكون شي خير ان شاء الله.